مساء الخير عليكم متابعينا ومتابعي برنامج كتاب مفتوح، اهلا بيكم. بيتجدد اللقاء اسبوعيا. خلي ماشي حالك، بفهمها وهي طايره. اصبحت الفهلوه والاونطه يعني سمات جديده علينا، سمات بتختلف من زمن فات وزمن دلوقتي. بتاع كله الضحك على الدقون، كل دي عبارات وكل دي مصطلحات احنا جدت علينا وللاسف موديانا لكارثه. الاونطه والضحك على الدقون والفهلوه، النهارده عنوان حلقتنا الفهلوه، يعني ازاي تبقى فهلوي؟ ازاي كل مؤسساتنا للاسف اصبحت فيها الفهلوه، هم بيعتبروها شطاره، لكن هي طبعا مش شطاره. الفهلوه يعني خاصه فكمان مجال السياسي والإعلامي بقى أصبح فيه فهلوة. الفهلوة علشان أصبحت من غير فلوس ومن غير أو تقاضي فلوس قليلة، الكل بقى يعني يستخدم الفهلوة كده، يقول لك خليني فهلوي، أنا إزاي أنصب على ده، إزاي عفوا لللفظ، إزاي أضحك على ده، إزاي أخطف من ده وجري، إزاي أنتش وجري، كل ده طبعا بعنوان الفهلوة. النهاردة هنتناقش مع متخصصين معانا من خلال مداخلاتهم والفهلوه. دعوني ارحب بزميلتي الاعلاميه سلوى عطيه. اهلا يا سلوى. اهلا يا حنان. والله انا شايفه ان الفهلوه بتختلف من شخص لشخص، من اسره لاسره، من بيئه لبيئه، من مجتمع لمجتمع. يعني في بعض المجتمعات بتقول على الفهلاوي ان هو الشجاع، زي المجتمع الفارسي بيقولوا عليه ان هو القادر على انجاز الاعمال. في المجتمعات العربيه عندنا هنا الفهلوي بتعني الناصح، بتعني الذكي، بتعني الحلنجي. ازاي انا قادر على ان انا اسحب الفلوس من جيبك، ازاي انا قادر اني اوصلك لمرحله الثقه. وانا من رايي ان الفهلاوي ده بيتمتع بصفات كتير قوي. لازم يكون حد، يعني بعض المجتمعات اللي هي الشيك، يعني ان هو يكون راجل او ست طبعا او امراه، يعني تكون لبقه، متحدثه كويس، تكون مثقفه، تكون شيك، تكون عندها علاقات عامة، بتقدر من خلال الحاجات دي كلها تقدر تأثر على الطرف الآخر، وتقدر إن هي توجهه بشكل أو بآخر لتنفيذ إيه، أو لتنفيذ لو هو راجل يعني متطلباته. ده رأيي في الفهلاوي. الفهلاوي ممكن يكون في مجتمع اللي هو التري شيك ده، اللي هم بيقولوا عليهم كريمة المجتمع، وممكن يكون في الطبقات المتوسطة، وممكن يكون في الطبقات الفقيرة. معنى كده إن الفهلاوي ما بيرتبطش بمجتمع معين، لكن بيرتبط بايه؟ بيرتبط بثقافه معينه. ده رايي في الفهلاوي. طيب علشان ناكد بس على رايك يا سلوى، معانا مداخله تليفونيه دكتوره زينب احمد، خبير اجتماعي واستشاري اسري وانساني. الو. الو مساء الخير. دكتوره زينب ازاي حضرتك؟ مساء النور. مساء حنان. ازيك حياتي دكتور حنان، اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا عمر. احنا النهارده بنقول الفهلاوه، اصبحت الفهلاوه والاونطه هي اهم سمات الشخصيه للاسف بين قوسين المصريه. كلمينا عن الفهلاوي، وايه مين هو الفهلاوي ده؟ دي حقيقه صحيح. للاسف احنا يعني كمجتمع مصري انطبع فينا هذه الصفه، وهي اصلا احنا يعني بريئين منها. مفترض ان الانسان المصري حتى الطفل المصري من اذكى اطفال العالم، لكن احنا اتبعناها واتخذناها بطريقه بصراحه غير لائقه. يعني الفهلاوي بقى عندنا اللي هو الانسان اللي تدخل فيها مثلا اللي بينصب، اللي بيضحك على الناس، اللي بيدي معلومه غير صحيحه، اللي بيقول بيحل لسانه عشان يعرف يتعامل، اللي هو بيعمل حاجات قد تكون غير مشروعه وغير يعني ما عندوش ثقافه، ولكن بياخد كلمه من هنا وياخد كلمه من هنا، يعمل مثلا مقال بيسرق المصطلحات، الموضوعات، الكلام. هو ده الفهلاوي. كل مؤسساتنا للاسف بقت فيها يعني فهلوي، شريحه كبيره من الفهلويه. دي حقيقه. يعني انا بلاش دي كمان، ده ابسط الناس كمان اللي هم ما بيبقاش عندهم معلومه، ويقول مثلا يبقى غلطان في الشارع فيوصف له الشارع، يقول له ايش انا مش طب انت ما عندكش معلومه، انت بتوصف له غلط ليه؟ أيوة. انت ما عندكش معلومه، قول انا مش عارف. بدل ما بين قوسين برضه يعني الشعب بيتميز بالفتي،
يعني مثلا يبقى المكان العنوان يبقى جنبنا ويقول له امشي اخر الشارع خش يمين. ما انت العنوان هنا خلاص افضل اقول له ما اعرفش. عندك معلومه انت ليه بتقول معلومه غير خاطئه غير صحيحه؟ ايوه دي مشكله. برضو الاطباء يعني في اطباء متخصصين تخصص دقيق مثلا دكتور عظام او فقرات بس او غضاريف بس او 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 فيقول لك لا انا اعرف دي. هو ما يكونش دي تخصصه يعني يعمل حاجات ودي الغلطه الطبيه بتبقى اكبر بكثير من اي حاجه ثانيه. دكتوره بتلعب على صحه الانسان. يا دكتور ايه الفرق بين الفهلاوي والنصاب في راي حضرتك؟ لا بصي هو يعني بصراحه تعتبر واحده يعني هو وجهين لعمله واحده الحقيقه. انا بشوفها ان هما واحد بصراحه. صح لان هو الفهلاوي لازم يكون ذكي في الاول عشان يعرف ينصب على الناس عشان يوقع فريسته طبعا يعني يعني يعرف يبقى عنده الحنكه دي والمهاره دي اللي بيمتلكها عشان خاطر يقدر يقنع اللي قدامه ان هو قد كده عنده شغل قد كده قادر يساعده قد كده قد كده قد كده فبالتالي بينصب عليه. نوع من انواع الفهلوه نوع من انواع النصب يعني. طيب الفهلوه ليها علاقه بالاوضاع الاقتصاديه الحاليه يعني؟ هو احنا اللي عملنا كده في نفسنا يعني هو احنا اللي يعني اعتبرنا دي شيء من نوع من انواع النصاحه يعني او الذكاء الاجتماعي ولكن الذكاء طبعا بريء منها. لكن احنا للاسف في الواقع الحالي بقينا نعتبرها بهذا الشكل. صحيح. دكتوره زينب احمد خبير اجتماعي واستشاري اسري وانساني بنشكرك على المداخله التليفونيه ونرجع نستكمل موضوعنا. احنا بنتكلم عن الفهلوي. الفهلوي دي يعني اصبحت ثقافه يعني دخيله علينا بجد يعني. هو زمان كانت ليها معنى بس كان اللي هو الايه بيقول لك انا فهلاوي يعني فاهم كل حاجه، انا فهلاوي يعني ناصح، انا لكن النهارده في زماننا ده الفهلاوي ازاي اضحك عليك، ازاي مش بالمعنى ان يعني هو يستغله، ازاي انجح في ان انا اتصيدك كده واوقعك في الفخ واخد اللي انا عايزه. والله الدكتورة قالت على موضوع الفهلاوي إنه هو ممكن يكون طبعا هي قلة قليلة من الأطباء يعني أنت بتروح للطبيب مثلا يكون ممكن تكون محتاج حاجة بسيطة قوي ممكن تكون حقنة يدخلك غرفة العمليات تجيب سباك علشان خاطر يركب حنفية تبص تلاقي نفسك بتغير السباكة بالكامل تجيب ميكانيكي ممكن يكون العربية محتاجة يعني زيت مثلا ولا حاجة تلاقي نفسك دخلت في حاجة ودوامة ليس لها أول ولا آخر. الفهلاوي هو عايز يعني يستغل عايز انه يبقى هو بس الوحيد اللي فاهم. اول حاجه يقول لك لا 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 مين اللي كتب لك العلاج ده؟ مين اللي قال لك الحنفيه دي مش عارفه ايه؟ مين السباك اللي صلح لك العربيه دي؟ المهم انا الفاهم الوحيد انا اللي بحل كل المشاكل انا 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 ثقافه الانا دخلت على الفهلوه فالدنيا بقت يا ريت انا تكون فيها معنى او فيها علم. هنقول ان ارتفع سقف الطموحات ان الفهلوه بلا تعليم صحيح. بلا امكانيات بالمره صحيح. يعني ولا فكريه ولا علم اصلا ولا علم يعني ولا هو بيتفهلوا كده. الفهلوه بقت للكل الكل بقوا فهلوه أيوة. الكل اصبح بيتفهلوا على كله يعني في مصطلحات كده الجمع والمفرد دول بياكدوا على الصفه الرهيبه. معانا يا سلوى مداخله تليفونيه دكتوره منى فؤاد ماجستير علم نفس تربوي. الو مساء الخير يا دكتور. مساء الفل حبيبتي مساء الفل عليكم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. هل نحن يا دكتوره بنعيش في عصر الفهلوه؟ اكيد العصر اللي احنا عايشين فيه ده اساسه عصر فهلوه. قبل ما نتكلم بس كنت عايزه اقول نقطه قبل ما نتكلم عن العصر اللي احنا فيه. هي كلمه فهلوه اصلها كلمه فارسيه من الاصل يعني بس احنا دلوقتي بنستخدمها في العامية بس هي كانت بتدل على ايه في الاول؟ هي بتدل على الانسان اللي عنده خبره صحيح. ومعرفه صحيح. تمام؟ فالشخص الفهلوي ده حتى في بلاد فارس زمان كان في لغه اسمها اللغه الفهلويه. الشخص الفهلوي ده بقى هو الشخص الشاطر البارع اللي هو بيقدر انه يتكيف مع اي متغيرات موجوده في المجتمع. عنده ذكاء فظيع بانه قادر يتكيف مع المتغيرات اللي بتحصل حواليه. الشخصية دي بقى احنا حولناها لايه بقى؟ للشخص الفهلاوي اللي بيلعب بالبيضة والحجر. والغريبة ان الناس بتبقى مبسوطة قوي لما حد يوصفه بان ده بيلعب بالبيضة والحجر. مع ان دي حاجة يعني مش ظريفة. ما هو سقف طموحاتنا عالي يا دكتور. سقف طموحاتنا عالي بقى بلا امكانيات، بلا معرفة، بلا أي معلومة ليها أساس من الصحة أصلاً يعني. أيوه ده الفرق بقى بين يعني الفهلوة زمان والفهلوة دلوقتي.
يعني الفهلاوه زمان كانت شطاره، ذكاء، قادر يتأقلم مع المتغيرات اللي حواليه، شخص بارع. لكن الفهلوه دلوقتي انتشرت بسبب تدني الوضع الاقتصادي. تدني الوضع الاقتصادي هي مش على فكره، هي الفهلوه مش في مصر بس، لا دي منتشره كمان أكيد في الدول منتشر في العربيه. العالم كله، بس وفقا بقى لإمكانيات كل حد مننا يعني. ايوه أيوة. على حسب بقى امكانياته. الوضع الاقتصادي ادى الى زياده الفهلوه في المجتمع. أيوة. ليه بقى؟ لان الناس بتنزل من بيتها في بطاله، تمام؟ فهو بيحاول بقى يجيب القرش باي طريقه، هو مش فارق معاه بقى هيجيبها ازاي، صح غلط حلال حرام مش فارقه، فهي للأسف. دي أيوة. الفهلوه. للاسف دي الفهلوه بقى اليومين دول. يعني هما نقدر، بيحاولوا فعلا يوفروا احتياجاتهم، بس باقل بس لا تكلفهم من طبعا. كده. ايوه، ما ينفعش. يعني نقدر نقول يا دكتوره ان الفهلاوي بيعمل كده عشان يخلق طلب عليه؟ لا هو مش عشان يخلق طلب عليه، هو الفهلاوي بدأ ان هو يعمل كده علشان يوفر احتياجاته الاساسيه من مأكل ومشرب. هو دلوقتي عنده بطاله، تمام؟ صحيح. فبدأ يعمل كده، لما بدأ الموضوع بقى يمشي معاه فخلاص هو خدها بقى اسلوب حياه. ايوه صحيح، ايوه اصبح دي بقت اسلوب حياه. واحنا يعني للاسف احنا محاطين بالشخص الفهلاوي في كل مكان، ده يعني حقيقي. من اول الطالب الصغير، الطالب الموظف الفهلاوي. البسيط يا دكتور يعني. ايوه الموظف هو البسيط هو حتى الطالب. بيلعب بالبيضه والحجر ليه؟ عشان عايز يعني اقصى فلوس يطلع بيها، فهو ايوه بيتفهلو على كده يعني. للاسف حتى الطالب البسيط بيستعمل الفهلاوه بتاعته او بيستعمل ذكائه في الفهلوه، ان صحيح. هو مش هيذاكر، انا مش هذاكر مثلا، هحاول ان انا احاول اجيب اي سؤال باي شكل كان، سواء ان انا مثلا هتملق المدرس، هقعد مثلا اناصح المدرس، هحاول اجيب انشن على حاجات. في طلبه كتير قوي بيعملوا كده، صحيح. انشن على اسئله معينه واقول هي دي اللي هتيجي، غير الطالب اللي قاعد بيذاكر. امثله كتير جدا، ابسط حاجه وانت في الشارع بتركني، مش بيطلع لك فجأة في وشي كده خلاص انت ركنتي وظبطتي الدنيا، فجأة يطلع لك واحد تمام، عجلة ورق عجلة فهلو انت كنت بالفعل. حتى البارك فعلا اللي بيركنك يعني، ايوه انا ساعات بقول له ما ايوه تفضل، انت معاك رخصه اتفضل، يقول لا اطلع ايوه عندي، ويبقى يخبطني في عمود وبيقول لي برضو لا لا انا واقف انا بركنك. بيلففوني الكره الارضيه يعني، انا بلف الشوارع كده بالعربية. طب انت كنت فين وانا بركن حضرتك يعني؟ انت لا جاي هو جاي تطلع بيطلعك بعد بس. ولا حد وحياتك ولا بيطلع، بيستنى لما انت تطلعي دخلنا في عمود. تلاقي حد ناطط على العربية كده ايوه. وتقولي له رخصتك ومش رخصتك. على فكرة دلوقتي نظام الفهلاوة الجديد بقى، اقول لك بقى على ايه احدث الجديد حاجة بقى، حصلت احدث معايا. حاجة. مرة كنا بنركن وبعدين نازلين لقيناه بيقول 20 جنيه، فبنقول له ليه؟ يعني 20 جنيه ليه؟ قام قايل لي، قلت له طب انت معاك زي ما انت قلت كده دكتورة حنان، انت أيوة. معاك رخصة؟ قام مطلع لي وصل كده دفتر مطبوع عليه 20 جنيه، اتفضلي الوصل اهو. طب ما انا ممكن اروح اطبعه في اي مطبعة وشكرا. بالظبط. لا ما انا عملت كده يا دكتور بقى، انا عملت كده، قلت له وريني بقى تعالى معايا هروحيني الحي منطقتك هنا ايه، قال لي خلاص بس يا فندم اتفضلي. ايوه انت على فكره انت لو زنقتيه في طبعا الكلام ده اللي خلاص حصل. مش هيلاقي حل. فهلو بقى بصي يعني من اول الطالب لحد السايس لحد كلنا بقينا فهلاويه وبنتشطر على بعض. ايوه للاسف وده بقى اسلوب حياه يعني. دكتوره منى فؤاد ماجستير علم نفس تربوي، بنشكرك على المداخلة وأرجو تكوني معانا في مداخلات أخرى. شكرا لحضرتك. شكرا يا دكتور. الفهلاوي يا سلمى، والله انت النهارده بتتكلمي باستفاضة عن الفهلاوي. أصل أنا عانيت كتير قوي من موضوع الفهلاوي ده كلنا بصراحة. عانينا. الدكتورة أشارت إن الموضوع بتاع الفهلاوي أو الرجل الفهلاوي أو المرأة الفهلاوية نشأت نتيجة الحالة الاقتصادية، طبعا كلامها سليم 100%، بس أنا متهيألي يعني إن الفهلاوة ظهرت من أيام الافتتاح يعني في السبعينات، لأن دخلت علينا ثقافة جديدة تماما يعني، وهي دي اللي ممكن تكون اتسببت في كل المشاكل اللي إحنا فيها دلوقتي. هي الناحية الاقتصادية بس هي اللي أثرت ففخمت زادت الفهلوة. زادت زادت خليتها تفشت، لان هو فعلا مرض ومتفشي في مجتمعنا. الفهلوه احنا بنقول يا ريت نخف شويه على المواطن بالفهلوه. صحيح. مؤسساتنا كلها فيها فهلوه. ايه هي المؤسسات؟ احنا بنتكلم عن الجامعه، الدكتور الجامعي اصلا
برضو بيتفاهلوا على الطلبة. صحيح. الشهر العقاري كلنا محدش يعني أظني ما بيطلعش ورقه ولا بيعمل حاجات في الشهر العقاري، كله فيه فهلوة في الشهر العقاري. الدكتور المستشفيات بصي كل مكان بقى فيه كل فهلوة. مكان فيه شريحة يعني من المجتمع فيها فهلة، وطبعا مش كل المجتمع. هنقول كاتباهم كمان يا سلوى، انا ذاكراهم عشان مش عايزة انسى اي شريحة او اي فئة. هقولك فيه شريحة. لا الوزير بقى بيتفهلوا، المحامي، المدرس، الدكتور، الصحفي نفسه، الجزار، دي اهم نقطة. والله تشتري اللحمة قدام تشتريها سليمة 100% وانت متأكد انها حمراء اللون. تدخل البيت تلاقيها بيضاء اللون. نفسي اعرف ازاي. ما هو بيفعلوا عليك بقى حضرتك يعني. فبنقول حتى الميكانيكي برضو بيبوظ لك حاجات في العربية عشان يرجع يقولك لا ده في عيب هنا، ده في عيب هنا، ويبقى العيب اساسا ما فيش عيب. يعني يا دكتورة بتحضرني قوي على موضوع الفهلاوي ده. ايام الاحتلال الانجليزي كانوا المصريين بيدهنوا العصافير البلد العادية وكتاكيت، بيدهنوها ألوان كده تبقى عصافير كناريا ويبيعوها للإنجليزيين. فحاجة برضو من الفهلوة، بس هي ظريفة شوية يعني مش جامدة. وادينا إيه بنعمل. أنا عايزة أقول يا سلوى بلاش نمارس الفهلوة على المواطن، كفانا معاناة. صحيح. كفانا معاناة، بلاش نمارس الفهلوة. الفهلوة يعني نتقي ربنا، يعني لما نتقي ربنا في بعضنا مش هنحتاج نتفهلوا على بعض، مش هنحتاج ان احنا نضحك على بعض ونخطف ونجري. كمان القانون، يعني انا بشوف ان في محامين طبعا برضو قله، بنقول برضو بنؤكد انها قله قليله، اللي هو يقول لك ايه المحامي ده يطلعك زي الشعره من العجين، المحامي ده فهلوي. فدي برضو يعني معنى كده انت قلتي ان ما جبتيش سيره المحامين يا دكتوره. لا ده لازم، ده فيها شريحه فظيعه طبعا، جامده جدا جدا جدا. انا اتكيت شويه بس او ركزت على الشهر العقاري، موظف الشهر العقاري ده كل واحد فينا بيتك في الجزئيه. ايوه. الميكانيكي كمان، وصاحب القناه على فكره، اصحاب القناه والجمارك، موظفين الجمارك كلهم بيتفهلوا. فبنقول يعني نتوقف عن فهلوات، يعني خاصه في المراحل الحرجه اللي احنا فيها نقللها شويه. احنا بجد مش يعني مش مستحملين فهلوة يا جماعة، فهلوة ولا ابو العريف ولا ام العريف ولا كل القصص ديت، لان بجد احنا بنتوجع كل يوم. الواحد يكون ماشي في امانه الله، لا لا الشارع اليمين، الشارع الشمال، الشارع، تبص تلاقي نفسك لفيت الكره الارضيه في نص ساعه. والفهلوة اللي بيعرف يسرق الكهرباء، والفهلوة اللي احنا لو اتكلمنا عن الفهلوة كتير مش هنخلص. احنا الوقت بيجري بسرعه يا سلوى، يعني تحبي تقولي ايه للمتابعين والمشاهدين لنا؟ انا احب اقول للمتابعين والمشاهدين ان احنا لازم نبطل زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي موضوع الفهلوه ده، ونقلله بقدر الامكان، لان فعلا فعلا كلنا مقروسين، كلنا تعبانين، كلنا الظروف جايه يعني الاقتصاديه، ومش محتاجين بجد ان احنا كمان يبقى في حد بيستغلك. كل يوم بتظهر حاجات وبتظهر حالات، سواء في الصعيد، هنا في القاهره، في الريف، كلها قضايا فهلوه وقضايا نصب. طبعا انا صراحه انا كسلوى ما بفرقش بين الفهلوه وبين النصب، انا شايفه ان الفهلاوي ده راجل نصب طالما ما بيقولش الحقيقه في نظري. انا يعتبر بياخد اكتر من حقه كمان، وبياخد اكتر. يعني عايزين نقول على القوانين المصريه ان يتم تفعيلها، ونقلل من ثغراتها بعد اذنكم، ونقلل من اللي بيستغلوا الفهلوه، حتى يطبق القانون بقوه وحزم على الجميع. ربنا يحفظ مصر من الفهلوي، من اللي بيضحك على دقون الناس. عايزين كمان نسأل المشاهد وهو بتابعنا دلوقتي، ولازم يرد علينا طبعا في التعليقات، انت الفهلوي بيعني بالنسبة لك ايه؟ يعني انت في مجتمعك سواء قاهري او ارياف او صعيد بيعني بالنسبة لك ايه؟ ولازم تشاركونا في ارائكم. طبعا احنا بنقول يعني كل فهلوي، انا قلتها تاني ويمكن بعيدها تاني للناس بقى، في ناس كبيرة اللي هو رجال اعمال في الفهلاوي الكبار اللي بيحطوا ايديهم على الاراضي الزراعيه وبيستغلوها. صحيح. اسوأ استغلال، وبيتلجوها زي ما بيقولوا كده، بيتلجوها وبيبيعوها باعلى الاسعار، يسقعوها. يقول لك بيسقعوها، يسقعوها وبعدين يبيعوها غاليه، وبرده الشقق وحاجات كتير قوي مش بس الاراضي. يعني انا بتكلم ليه عن سرق الكهرباء يا سلوى؟ لان اغلب الناس برده الفهلاوي بيسرق الكهرباء. معانا مداخله تليفونيه زميلتنا الجميله استاذه لبنى درويش. مش معقول. منورين بجد، والحلقه جميله جدا الحلوه طبعا، وموضوع كمان جامد الفهلاوي. فعلا احنا بنتعرض كتير دلوقتي بجد ان الفهلاوي بجد بيستثني علينا وعامل نفسه اللي هو ذكي.
احنا عايزين نبقى احنا اذكى منه، يعني بنقول للمشاهدين خليك انت اذكى من الفهلاوي عشان خاطر ما يقدرش ان هو ينصب عليك او يعمل عليك اي شغل اي مصلحه. وبجد الحلقه جميله جدا، ربنا يوفقك. وانا بس حبيت امس عليكم واقول لكم بقى ربنا يوفقك. تقولي ايه للفهلاوي يا لبنى؟ ميرسي لمداخلتك طبعا. تقولي ايه للفهلاوي؟ تقولي للناس يعني يعملوا ايه عشان ما يقعوش في الفخ دوت؟ لا انت حاول ان انت برضو يعني تنقي الناس اللي بتثق فيها وتتعامل معاها. سواء مثلا كنت بتعامل مثلا لو انت مثلا دكتور بتثق فيه يا ريت تروح له هو، لو بتتعامل برضو مع صنايعي سباك ميكانيكي روح للي انت بتثق فيه اللي هو امين معاك. اما بقى اللي هو بيستذكى عليك وبيحاول هو الطياري ده بقى اللي انت بتعدي تقول له اي حاجه ده ده بلاش منه، يعني خليك مع اللي انت بتثق فيه وبتتعامل معاه على طول. دي نصيحتي لكل المشاهدين. ميرسي يا استاذه لبنى الاعلاميه الجميله زميلتنا على المداخله اللطيفه دي، ومفاجاه حلوه قوي على فكره. أيوة أنا عايزة أتكلم على موضوع برضو أثارته الأستاذة لبنى. إحنا ممكن كان ليا زميل دايما يقول لي يا سلوى لما تحتاجي لحد اعكسي العملية. أقول له يعني إيه اعكس العملية؟ يقول لي يعني أنت لو هتشتري اعملي نفسك هتبيعي، لو هتبيعي اعملي نفسك مكان. لما تعملي ده أنت هتستفيدي، إن هو هيقول لك الحقيقة. فده إحنا برضو ممكن إن إحنا نستغل الموضوع ده يعني نعمله برضو. بنقول الفهلاوي اللي بيبيع الهوا في ازاي. الله على الهوا. الفهلاوي اللي بيسرق الكهرباء ده انا عارفاه وشايفاه. يعني انت يا بصي موضوعك انت في حكايه الكهرباء والشغل العقاري. انا ابني شغل عقاري. انت انا عارفه كل حد بيتكلم، انا بتكلم في العموم طبعا يا جماعه، بس بقول ما فيش بيت بيخلو من انك بتروح الشهر العقاري، فاكيد بتحتك بموظف الشهر العقاري. انك في ناس بتسمع عنها انها بتسرق الكهرباء. في ناس اللي هي بتبني ادوار مخالفه على اراضي زراعيه، بيقول لك برده انا بتفهلو، انا ذكي، انا بتشطر، انا ناصح. انا ناصح. فكل دي حاجات يعني من الواقع للاسف اللي احنا عايشينه، وطول الحلقه احنا عاملينه نقول للاسف، لان هي الصفه نفسها مؤسفه فعلا، ان انت بتتفهلو وبتتشطر. ازاي اضحك على اللي قدامي؟ ازاي انصب عليه؟ ويمكن الجمله مش عايزه اقول نصب اساسا، هو ازاي تضحك على اللي قدامي؟ لا لا لا، انا شايفه ان هي نصب. يعني انا سمعت كده، ما اعرفش هل هي حاجه طريفه ولا ايه، ان واحد باع الحجاره وقال لهم ان دي حجاره من ايام الفراعنه. يعني دي مصيبه سودا. دي فهلوه كبيره بقى. دي بقى فهلوه لا يعلو عليها. يعني بنقول الكل بقوا فهلوه، الكل اصبح بيتفهول على كله. يتفهول. ايه هي حلقتنا؟ اتفضلي استاذه سلوى بكلمه بقى، يعني ارحمونا من الفهلوه. والله انا برضو ما زلت باكد وبحاول ان انا انصح المشاهدين على موضوع الفهلوه. ارجوكوا تحطوا مكانكم، يعني انت مطرح الاخر، تحاول ان انت تقرا عن الموضوع. يعني مثلا هتجيب مثلا حد يعمل لك اي حاجه العربيه مثلا، لا انت ممكن تجيب كتيب او تدخل على الانترنت. دلوقتي ما خلاش حاجه، ادخل شوف ايه اللي ممكن، بحيث ان هو يحس برضو انك فاهم كده، مش هيقدر ان هو يستغلك بشكل كبير. فانا يعني بنصحكم بكده بجد. انا دلوقتي بقيت اعمل كده. انا دلوقتي بقول لكم ارحمونا من الفهلوه. على الدقون، ارحمونا من الفهلوه. احنا معانا تقرير مخرجنا الجميل، معانا تقرير دار نشر ميجا. تابعونا ونختم بعد، نطلع وارجعوا لنا تاني.
تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا يعدل عن تزيين ثمارنا لعطائكم، لكن لعل الحديث يكون شفاء على قلوبنا الملتهبه بشكركم، وارواحنا المحبه لعطائكم اللامتناهي. يا صفوة الاحباء، اتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح فيما هو قادم ان شاء الله، وانا اثق ان كل منكم سيصل الى غايته عما قريب. اما عن هؤلاء الاشخاص الذين تحبون انتم متواجدون هنا الان واستني احلى واحلى في هذه الحفله التي تم تحضيرها لاحتفال المبذول في هذا النجاح الباهر. أقدم كامل الشكر للأستاذ وليد عاطف مدير شركة النشر والتوزيع. أقدم كامل الشكر والتقدير لوالدي الأستاذ سعيد السلساوي. شكرا كمان لكل ولي أمر شرفنا النهارده. هتكون تعبان وتقول انك مرتاح في البعد، هتسامح لكن مش عفة، هتسامح زهر. مش فارق مين اللي بيبعد والله يقرب، مش فارق تخسر او تكسب، الدفا كائن غلبان جدا قدام الفرد. والتلج اللي مغطي في روحك عمره ما بيسيح، وهيفهموا امتى ان انت جريح اذا كنت بتحكي على وجعك ترجع وتقول اسف جدا كنت بهزر. هيجيلك وقت دكتور انا مش عارف ابدا ولا احكي منين. انا فاكر كنا سنه 90 في البيت نفسه، يمكن جدرانه بقت صفرا كانت بيضه وعليها نشوف صوره جدي وراء الكعبه. كنا بنتاسف في اللعبه ومنابل توت، كنا بناكل نفس الاكله والعالم كان كله بيوت. عارف عمرتنا على الناصيه كان في بلكونه داير ما يدور، كنت اطلع اشوف الشمس الصبح. أعمالنا
حلي يا رب الأدرب ببارك فيها حفلة حلوة ونحلي يا رب الأدرب ببارك فيها المولى تعالى وجيناكم نمدح طه فوجدناكم أحباب الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين طه العدنان عارفين وأعظم إنسان هذا العالم طه العدنان عارفين وأعظم إنسان هذا العالم بنور الإيمان نشر دينه في كل مكان شرق ومغرب وفي باب الصين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا كل حزينة من همك وعرف ان عمره ما شافك ولا حبك اتمسكت الناس سايبة يا جبال دايبة متعلقة جبال دايبة واللي فكرتيها يقول لك حاجة ما مسكش وسابك مع أول غلطة الصدمة مش في انك جريت وما فكرتيش الصدمة انك حبيت اللي ما حبكيش طب هديك اتسبت من غير أسباب هديكي وقت وجودك انت خدت غياب طب هو حب اللي ما لقاش معاه نص اهتمامك وانت حبيت اللي عمره ما خبط على بابك فرحانه باعتبار وشك في سن العشرين ولا هترجعي تندمي وقت
هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني ثبت من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة واديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم ما رهنوا عليك تخسروا وكسبت انا ابن انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر انا ابن مصر قلبي نسي مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد شفت يا زمان ومواقف انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسي مقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر انا ابن مصر انا ابن مصر انا ضد الكسر.
زي كل الناس في دايما حلمي تحلم بيه، وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش، ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه، ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكة مشيناها، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه، يلا هاني الخلاص وانا وانت قلناها، احنا نقدر وده اللي انا وانت اثبتناه، وخلاص فاضل سكة تكة تكة على اخر السكة لسه تكة، كان ناس كتير شكة شكة شكة، وشوفوا روحنا لفين، خلاص فاضل تكة 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 على اخر السكة لسه تكة، كان ناس كتير شكة شكة شكة، وشوفوا روحنا لفين. خلاص فاضل تكة 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 على اخر السكة لسه تكة، خطوة جابت خطوة خطوة خطوة، وشوفوا روحنا لفين. تلعبني ألعبها وبواجه الدنيا وبغلبها، وتشكك وأنا واثق فيا، واللحظة الصعبة بعديها فرق وماليش ملكة، لو حتى السكة ما يسلك أستاذ في الشدة، وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها. أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي، أنا قدك يا حياة مهما تركبي، أنا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي، أنا عارف قوتي فبراحتك خبطي، أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن، أنا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش، أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن، متمسك بالممكن ده العطر بيجري وما يوقفش. تضرب تقلب عادي، تتشقلب تتسد وصادي، والدنيا هاتل ولي بوزها على من ده، أنا ملك الحتة دي، لا بسلم ولا طاطي، مين يقدر يوم على إحباطي، أنا زي الموج ماليش كتالوج، وكلمة لا مش في حياتي، أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي. أنا ورجعنا لكم بعد التقرير، وإليكم تقرير. فتاة شابة من مواليد محافظة المنوفية تحب دائما أن تقدم يد العون والمساعدة إلى غيرها من الموهوبين لإبراز موهبتهم وإخراجها إلى النور، بذلت قصارى جهدها من أجل تحقيق أهدافها، قامت بتأسيس دار نشر إلكترونية، قامت بإنشاء جريدة إلاف الإخبارية والتي تحمل عدد كبير من الصحفيين من داخل مصر وخارجها، صاحبة أبليكيشن كتاب إلاف، مؤسسة مبادرة كتاب إلاف. تقوم المبادرة بتقديم مجموعة من الكورسات مثل الخواطر والقصص والشعر والروايات والنحو والبلاغة والصحافة والديزاين، وذلك بوجود فريق عمل كبير جدا لكل منهم متخصص في إحدى هذه الكورسات، مدير مؤسسة إلاف للنشر والتوزيع. تحياتنا للتقرير وبالتوفيق للجميع يا رب. معلش خطفناكم شوية ونرجع لموضوعنا. احنا كنا بنتكلم عن الفهلوي، شخصية الفهلوي اللي للأسف بقت يعني مرض متفشي، وكلنا بنتفهلو على بعض، كلنا بنتفزلك على بعض، كلنا بنتشطر على بعض. ارجعوا لي بقى تاني ونتكلم عن الفهلوي. الفهلوي يا سلوى، ايه رأيك؟ يعني نعمل ايه في الفهلوي ده؟ ادينا شوية توصيات كده للمشاهدين. والله بص، احنا اهم حاجه عايزين بس نوضح، احنا التقرير يمكن كان طويل شويه ويعني شويه كده بعدنا عن فكره البرنامج، وهي ان احنا كنا بنتكلم عن الفهلوي، وقلنا ان الفهلوي ده شخصيه نقدر نقول ان هو بيتزاكى علينا، ان هو بيحاول ان هو يستغل الناس، ان هو بيستغل ممكن يكون منصبه، ممكن يكون شكله، ممكن يكون وظيفته، ممكن يكون علاقته في المجتمع مثلا بأفراد معينة، بحيث ان هو يحصل على اللي هو عايزه. معاكي
انا عايزه بس هعيد تاني الكلام عشان الناس اللي راحت مننا. بنقول الكل بقى فهلوة، الكل اصبح بيتفهول على كله، اللي هو سلوى يعني الناس اللي بتلعب بالبيضه والحجر، الناس اللي ازاي يعني عايزه تدخل كده عليكي تقتحمك وتاخد اي حاجه منك، المهم انها تبقى مستفيده وخلاص. على فكره برضو انا عايزه اوضح نقطه مهمه قوي، الفهلاوي مش بس في مصر، عشان برضو يعني ما حدش يزعل مننا. كان في قصه طريفه قوي كانت في فرنسا. كان في واحد اسمه الكونت لومونت دوفي، ده كان واحد اوهم بعض التجار الكبار ان هو بيشتغل في البلديه، وعمل كان في مزاد هيتعمل على اللي هو برج ايفل، واقنعهم بكده. ومش بس كده، كمان خد منهم فلوس كتير، مبالغ ماليه كبيره قوي، وهرب. وطبعا ما قدروش يبلغوا، لان طبعا ده حاجه جرحه ليهم، يعني ازاي نتنصب عليهم. فلا، الفهلاوي موجود في كل زمان وفي كل مكان، مش في مصر بس. يعني هو احنا لا طبعا مش في مصر بس، ما ينفعش نعمم اساسا اي يعني صفه، ولكن بنقول بس ايه على القوانين المصريه اني تهتم بتفعيلها. يعني لازم نهتم بتفعيل القوانين عشان يبقى قانون رادع لاي حد هيفكر ان هو يتفهلو على حد، ان هو هيتفزلك على حد ويضحك عليه. يا دكتوره، في قاعده فقهيه بتقول القانون لا يحمي المغفلين. أي. طيب القانون لا يحمي المغفلين، طب الفهلاوي ده موجود في كل مكان، طب احنا نعمل يعني نعمل ايه؟ المفروض نعمل، المفروض ان احنا ندرس، المفروض بقى نقول بس نهمس في ودان مؤسساتنا الراقيه المحترمه اللي كلنا بنحترم قوانينها، ان يعني نفعل قوانيننا ويتم تفعيلها. بس حفظ الله مصر من كل فهلاوي فهم كثر، يعني أمة كتير، ربنا يحفظ مصر. كان معكم من أسرة البرنامج الدكتورة حنان إسماعيل وسلوى عطية، مع السلامة. تحياتي لكم، واستنونا في حلقات تانية مهمة جدا كالعادة. تحياتي لكم، مع السلامة.